مشاركتي في برنامج دورك هي مشاركة من أجل تبادل التجارب والخبرات مع باقي الدول المغاربية من ليبيا، تونس، الجزائر وكذلك من المغرب وموريتانيا حول دور الشباب في التنمية المحلية. كان برنامج دورك هو برنامج من أجل تقوية القدرات والكفاءات الشباب في الوطن المغاربي على أساس مراقبة السياسات العمومية المقدمة إلى الشباب ورصدها حتى يتمكن الشباب من الولوج إلى مناطق اتخاذ القرار داخل المجالس المنتخبة، على اعتبار أن المجالس المنتخبة المحلية هي البداية والبوابة من أجل المرافعة حول سياسات عمومية مندمجة مقدمة للشباب. بالنسبة لي كمشارك في برنامج دورك، أعتبر بأن هذا البرنامج أتاح لنا فرصة تلاقي مع مجموعة من التجارب المختلفة طبقا لطبيعة القوانين وطبقا لطبيعة المجتمعات المختلفة ووضعيتها السياسية كذلك. بالنسبة لنا نحن في المغرب وضعنا متقدم نوعا ما في إطار انفتاح المجتمع المدني على مجموعة من الفعاليات السياسية وكذلك الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص. أعتبر بأن لقاء دورك هو لقاء متميز، لقاء من أجل تدارك وجلب فرص جديدة لإدماج الشباب في السياسات العمومية المحلية. الآن عندنا في المغرب مجموعة من المجالس المحلية للشباب على المستوى الترابي، إلا أن هناك فراغ قانوني، لا يوجد قانون يؤطر هذه المجالس، فالمجالس المحلية للشباب ليست هي بجمعيات وكذلك ليست بأحزاب تسعى إلى السلطة، بل هي تقوم برصد وتقييم وتقدم تقارير ومجموعة من البدائل والمقترحات إلى المجالس المحلية المنتخبة من أجل وضعها في سياساتها العمومية. نحن الآن في المغرب نرافع من أجل قانون خاص بالشباب في بإدماجهم في السياسات العمومية خارج نطاق النقاش حول المجلس الاستشاري للشباب العمل الجمعوي كإطار وطني. نحن الآن نبحث عن إطارات محلية كمجالس للحكامة ترصد الأداء المنتخبين وتقيم أدائهم على مستوى تقديمهم للخدمات للشباب.